أعزائي المشاهدين وفي قناة حنا بعلم، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم برنامج الفضاء الحر المباشر ليوم الجمعة 10 مايو 2013. ضيفتي في هذه الحلقة المباشرة وفي هذا البرنامج المباشر السيدة لميا جرار، المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان. مدام لميا، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. مش نحكيه على تنظيم المؤتمر الوطني لمناهضة العنف اللي ينعقد يوم 8 جوان القادم، واللي نظموه معكم المعهد إلى جانب المعهد الوطني أو العربي لحقوق الإنسان، معكم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد العام التونسي للشغل، وهيئة الهيئة الوطنية للمحامين. سؤالي في هذا المجال، بداية أو أسباب تفشي العنف اليوم في تونس، شنية مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والمجتمع السياسي تجاه هذه الظاهرة مدام لميا؟ بالفعل يعني كنا نلاحظ اليوم أن هناك تفشي لهذه الظاهرة مع الأسف في تونس، ظاهرة العنف اللي وصلت حتى إلى ظاهرة الاغتيال السياسي ثم الإرهاب اللي نشوفه فيه اليوم. يعني كل هذه الظواهر اليوم تخلينا نفكر بالفعل في أسباب ظهور مثل هذه الظواهر في تونس. نعرف الكل أنه العنف متفشي في كامل أنحاء العالم، يعني مش حاجة جديدة في مجتمعاتنا، مش حكر على تونس بالفعل، مش حكر على تونس بالفعل، لكن بالنسبة لنا كتوانسة تعتبر حاجة جديدة، لأنه صحيح كان فما هناك أنواع من العنف الموجودة في تونس، لكن مثل هذه الأنواع الحقيقة تعتبر نوعية جديدة، يعني وصلت إلى الاغتيال السياسي ووصلت كذلك إلى الإرهاب. في الحقيقة هناك العديد من الأسباب لمثل هذه الظواهر، فما أسباب يعني موضوعية اللي ترتبط بالوضع ربما الاقتصادي، وضع الاجتماعي اللي ممكن يعيشوه البعض واللي يخليهم يحسوا ويشعروا بنوع من التهميش، مما يغلب فيهم منطق العنف على منطق الحجة ومنطق الحوار إلى غير ذلك. لكن فما كذلك وبالأساس هناك أسباب يعني ربما تعتبر سياسية نوعا ما، واللي هي الأسباب هذه، يعني أنه كيف تجعل من هذا العنف ظاهرة بالسكوت عن العنف، في بعض الأحيان بتغليب لغة العنف حتى السياسي، يعني في الخطاب السياسي نشاهده، يعني احتقان السياسي بين يعني مختلف المتداخلين، ولكن كذلك لا فقط السكوت على هذا العنف، ولكن في بعض الأحيان تبريره وإيجاد التبريرات له، وبعض الأحيان كذلك نرى هناك نوع من التحريض على العنف والتحريض على من يقوم بهذا العنف. فكل هذا الجو السياسي يخلي أنه الناس في بعض الأحيان تشعر بأنه هناك نوع من الإفلات من العقاب، أنه ليس هناك يعني دولة قوية تتمكن من إنفاذ القانون وتطبيق القانون، بحيث أنه يصعب يعني تنفيذ يعني أو القيام بهذه الأسباب أو الظواهر العنفية. طبعا هناك أسباب أخرى، مثلا وهنا ديما نرجع ونقول أنه مسألة العنف هي أولا وقبل كل شيء مسؤولية الدولة بالأساس، باعتبار أن الدولة هي من المفروض أن تحمي المواطن، وهي اللي تفعل مؤسسات الدولة وقوانين الدولة من أجل حماية المواطن من مثل هذه المظاهر. اللي نشوفوه اليوم هو أن الدولة ضعفت نوعا ما، يعني هناك نوع من الغياب، غياب الدولة اللي يخلي يشجع نوع من ظهور مثل هذه الظواهر. هناك كذلك نحس أنه ما فماش سياسة واضحة لمواجهة العنف ومواجهة أسباب العنف خاصة في بلادنا، وهذا اللي يخلي أنه فما نوع من الضبابية في التعامل مع هذه الظاهرة، ويخلي الناس ما تشعرش بالأمان في الحقيقة، وما تشعرش بمصداقية حتى الخطاب السياسي وخطاب الدولة في هذا المجال. في ظل هذا الكل مدام لميا، كيف يمكن معالجة هذه القضايا اللي كنت تحكي عليها معالجة حقوقية؟ بالفعل يعني هناك العديد من الإمكانيات لمعالجة هذه الظاهرة. طبعا هناك معالجة آنية
لازم تكون للظاهرة هذه، وهي المعالجة القانونية، يعني أنه يقع الحد من العنف باستعمال القانون وباحترام في كرف احترام حقوق الإنسان، يعني أنه الناس اللي تقوم بالعنف يلزم يقع تطبيق القانون عليها وكذلك احترام حقوقها في إطار محاكمة عادلة إلى غير ذلك. هذا من ناحية، لكن في نفس الوقت هناك معالجات ربما قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، يعني ما زلناش ننظر للمسألة وظاهرة العنف فقط من الجانب الأمني اللي هو مهم وأساسي في المرحلة هذه خاصة لمعالجة الآنية للأشياء، لكن يلزمنا ننظر كذلك لهذه الظاهرة ب يعني إيجاد حلول متوسطة المدى، بمعنى مثلا فتح حوارات، فتح فضاءات للحوار مع الشباب خاصة اللي تحسهم الآن الشباب ما عادش عندهم من يخاطبهم بشكل بحيث أنه يخاطبهم باللغة التي تبعد على العنف وبالعكس تدعو إلى التعايش السلمي وإلى العيش معا بشكل عام. فتح الفضاءات العمومية لا فقط لهذه الجهات المتسلطة والعنيفة، وإنما كذلك فتح المجال لمنظمات المجتمع المدني لكي تتحاور مع الشباب في قضايا حقوق الإنسان وقضايا تخصهم، كذلك تحييد الفضاءات يعني دور الديانة ودور العبادة من هذه العمليات اللي نشوفوها مع الأسف في بلادنا اللي تتفاقم يعني في العديد من دور العبادة واللي تدعو إلى العنف وتدعو إلى كافة أشكال الإقصاء الآخر وتكفيره إلى غير ذلك، يعني كل هذه الخطابات القوية. كذلك ندعو الإعلام أنه زاد يأخذ مسؤوليته في هذا الشأن، لأنه نراه مع الأسف بعض المنابر الإعلامية اللي تستقطب وتدعو في بعض الأحيان دعاة التكفير ودعاة الـ يعني الـ الكراهية في هذه المنابر، وهذا بالأكيد يؤثر على شبابنا ويؤثر على يعني الأطفال، حتى الأطفال يمكن أن يتأثروا بذلك. طبعا المعالجة الـ يعني في البعدية إن شئنا هي أنه نحاول أنه ننشئ الأطفال وننشئ الشباب تنشئة تجعلهم يستبطنون قيم التسامح وقيم التعايش السلمي منذ النشأة ومنذ يعني الصغر، وهنا العائلة يعني الفضاء التربوي كذلك مهم، المدرسة، رياض الأطفال، دور الشباب، يعني كل هذه الفضاءات يجب أن تلعب دورا هاما في تنشئة الشباب والأطفال على قيم التسامح وحقوق الإنسان واحترام الرأي الآخر. بعد باش نجيو لدور المعهد العربي لحقوق الإنسان في هذه، يعني ما قلتيه في الأخير وهو العناية بالأطفال وبالشباب وغيره، وعندكم أكيد دور في ذلك على المدى البعيد أكيد. لكن خليني نمشي قبل تنظيم مؤتمر وطني لمناهضة العنف تسبق الجولة الثانية من الحوار الوطني اللي دعا عليه الاتحاد العام التونسي للشغل. كيف سيستفيد المؤتمر الوطني لمناهضة العنف من الجولة الثانية للحوار بين مختلف المكونات السياسية؟ بالفعل يعني هذا ربط مهم، لأنه فقط للتذكير للسيدات والسادة المشاهدين أنه الإعلان عن المؤتمر الوطني للعنف هو كان في الحقيقة مبرمج يوم 16 ماي يوم 18 ماي، لكن باعتبار أنه الاتحاد طبعا التونسي للشغل قرر أنه يعقد المؤتمر الحوار أو الجولة الثانية للحوار الوطني يوم 16 ماي، اعتبرنا وخاصة أنه كذلك المساهمين في هذا الحوار الوطني هم ثلاثة منهم على الأقل المساهمين كذلك في مؤتمر الوطني ضد العنف أو لمناهضة العنف، فارتأينا أنه نبعد التواريخ عن بعضها حتى مش ما يقعش يعني نوع من الخلط في الأذهان، وبالعكس يعني التقديم ربما يوم 16 ماي كيوم للحوار الوطني نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل هو سيكون فرصة لطرح
خاصة نعتقد أن القضايا هذه اللي هي قضايا ساخنة اليوم اللي هي قضايا الإرهاب وقضايا العنف إلى غير ذلك واللي باش تخول وتعطي المجال للمؤتمرنا المؤتمر اللي المفروض باش نعقدوه يوم 8 جوان باعتبار التأجيل أنه باش يحاول يستفيد كما قلت ويبني على الاتفاقات اللي باش تقع على الاتفاقات اللي باش تظهر يعني تبرز بالفعل. في المؤتمر الوطني أو الحوار الوطني وخاصة أنه المؤتمر هذايا للعنف يوم 8 جوان باش يحاول يأسس لآليات ما بعد يعني المؤتمر أو الحوار الوطني يعني باش نحاولوا أنه نربطوا ما سيتم مناقشته خلال الحوار الوطني لتأسيس ووضع نصوص ربما وآليات لدعم هذه المبادرة ودعم هذا الحوار الوطني ويكون ذلك طبعا باش يتخلل المؤتمر هذايا عدة أنشطة باش تكون أنشطة ثقافية وربما كذلك أشرطة عروض سينمائية اللي تعطي الفرصة للجماهير أنه تطرح مثل هذه القضايا وخاصة قضايا العنف وقضايا الإرهاب في البلاد ونرجع ونزيد نأكد إيش حذرتوا أنتم لموعد 8 جوان 2013 فما في الحقيقة فما العديد من اللجان الآن قاعدة تشتغل في المعهد ومع شركاء طبعا في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين كوننا عديد من اللجان فما لجان مكلفة بالإعلام والاتصال فما هناك لجان لصياغة الوثيقة التي ستصدر عن هذا الإعلان وهي وثيقة تونس لمناهضة العنف الآن نحن صدد دراستها ومناقشتها مع العديد والعديد من المنظمات التونسية نذكر كذلك أنه في يوم 27 أفريل الفارط تم عقد يوم دراسي لدراسة هذا النص أو هذه الوثيقة وذلك بمشاركة عشرات المنظمات والأحزاب السياسية في صياغة هذه الوثيقة بطبيعة هناك كذلك لجان أخرى لجان التنسيق اللي هي قاعدة تنظم الآن في المحتويات ومحاور المؤتمر وكما ذكرت باش يكون فما أنشطة ثقافية متنوعة اللي تخص لا فقط الكهول وإنما نحاول نحرص أنه يكون فيها مشاركة أساسية للشباب وللأطفال حتى خاصة. وبالفعل كيفاش قاعد يأسس اليوم المعهد العربي لحقوق الإنسان لتنشأ ولو أنه الحوار هو يعني ضد العنف والتعريف بمساوئ ومخاطر العنف وتفشي العنف وتفشي هذه الظاهرة اللي تبقى ديما ندوا بها الكل في تونس إيش قاعد يعمل المعهد العربي اليوم لتنشئة الأجيال المقبلة كما كنت تحكي أنت قبيلة منذ يعني الصغر على نبذ العنف والابتعاد عن كل هذه السلوكيات اللي تضر بالبلاد اليوم أكثر من اللي تنفعها بالفعل يعني المعهد يعني احنا من سنة 89 تم إنشاء المعهد والهدف من إنشاء المعهد هو نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية على حقوق الإنسان بشكل عام بطبيعة من أهم الـ يعني الناس اللي يستفيدوا من خدمات المعهد ومن أنشطته سواء كانت تدريبية أو تثقيفية أو حتى الثقافية هم الأطفال والشباب بالأساس سيما وأنه بين قوسين المنظمة إقليمية وتشتغل على المنطقة العربية بالفعل احنا مقرنا موجود في تونس لكن عندنا فروع في لبنان وفي مصر وفي المغرب ونشتغل مثل ما ذكرت سيادتك في كامل المنطقة العربية المعهد يعني درب العديد والعديد آلاف من الناشطين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وخاصة في الفترة الأخيرة الحاجة الإيجابية في العمل متاع المعهد في تونس بأساس وهو ما يهمنا الآن أنه المعهد عقد اتفاقية شراكة مؤخرا في مارس 2011 مع وزارة التربية اللي تخص يعني ثلاثة محاور أساسية المحور الأساسي الأول يخص إعادة تقييم المناهج المدرسية والكتب المدرسية من زاوية حقوق الإنسان ومن منظور حقوق الإنسان الشيء اللي يصير يعني أول مرة في تونس يعني صارت هناك العديد من التقييمات للمناهج المدرسية لكن لم تكن من زاوية حقوقية بحتة وهذا ما قاعدين نقوم به الآن مع العديد من الخبراء والباحثين والتربويين الجزء الثاني هو تكوين المربين والأساتذة والمتفقدين الأسرة التربوية بشكل عام على قضايا حقوق الإنسان وكيفية التدريس حقوق الإنسان للأطفال وللناشئة والجزء الثالث المهم والكبير في الاتفاقية واللي بدينا ننفذه فيه هو إنشاء
دي كلوب يعني نوادي للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. والأهم يبقى هو البرامج، من سيعد هذه البرامج؟ هذاك علاش احنا قلنا أنه ما ننطلقوش فقط من زاوية واحدة، وإنما يلزمنا نفتحوا الواجهة بين قوسين في يعني سواء كان تكوين المربين، إعادة صياغة البرامج بما تقتضيه مقاربة حقوق الإنسان وقيم حقوق الإنسان الكونية، وكذلك فتح هذه الفضاءات اللي هي فضاءات مشاركة للأطفال باش يقوموا بها الأطفال بمشاريع هما يختاروها، هما يشاركوا في صنعها، هما يشاركوا في تنفيذها. وذلك علاش نعتبر أنه العمل هذا عمل أساسي. بطبيعة ما احناش باش نلقاو يعني الثمار متاعه غدا أو بعد غد، وإنما هي تؤسس بالفعل لثقافة تعتمد قيم وقواعد حقوق الإنسان ومبادئها الكونية والشمولية، والفايدة في البناء أكيد. أكيد. شكرا لك السيدة لميا جرار، المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان. بارك الله فيك على حضورك وعلى تلبيتك الدعوة، وإن شاء الله موفقين في بقية مشواركم. شكرا لك مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذا الفضاء الحر المباشر بعد هذا الفاصل. نتواصل معكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الفضاء الحر المباشر، ويحضر معي السيد الصحبي جويني المكلف بالشؤون القانونية للاتحاد الوطني نقابات قوات الأمن التونسي. مرحبا بك ومرحبا قوات الأمن التونسي. مرحبا بك أخويا فوزي، ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل. أكيد هذه الدعوة وهذه الاستضافة تندرج في إطار الوقفة الاحتجاجية اللي قمتم بها اليوم أمام المجلس الوطني التأسيسي. السؤال المطروح، علاش هالوقفة؟ علاش قدام المجلس الوطني التأسيسي بالذات، ويبدو أنكم أو قبلتم بعض النواب وتحدثتم معهم وبسطولهم بعض من مشاكلكم، ثم التقيتم أيضا السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، لو كان جاوبنا على الأسئلة المطروحة اليوم سي صحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك سي فوزي. أستاذ العزيز، هو تصحيح ماهيش وقفة احتجاجية. مالجنية. هي وقفة دعينا فيها على إثر رسالة مفتوحة وجهها الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إلى المجموعة الوطنية بمختلف مكونات المجتمع المدني، من أجل مؤازرة القوات العاملة في الميدان في القصرين في الشعامبي و قوات الأمن الوطني التونسي الكل مع بعضهم. وقفة برك مش احتجاجية معنا. هي وقفة قلنا احتجاجية ضد الإرهاب. احتجازية ضد العنف وضد الشيء اللي صاير اللي خلف أضرار بدنية بليغة بأعواننا وإطاراتنا العاملة بالشعب. حضروا معكم اليوم مواطنين ومجتمع مدني. حضروا معنا بارك الله فيهم السادة الحضور الكل، المواطنين والمجتمع المدني والزملاء اللي ما خدموش اليوم كانوا حاضرين، والمسؤولين النقابيين. الإيجابيات في الوقفة هذه، الأحزاب كانوا متواجدين، شفنا بعض الوجوه المنتمية للأحزاب اللي لاحظناها اليوم. نشكر ساعة رسالة شكر إلى المواطنين الكل اللي ساندونا، مش كان في باردور اليوم، ساندونا في القصرين في الكاف في صفاقس، خرج المواطنين يساندوا الأمنيين وضد الإرهاب. هذا باب. الباب الثاني اليوم نشكر الناس هذوما لأنهم بعزائمهم بلغنا عدة رسائل للداخل والخارج. أولا في الداخل قلنا وأنه الناس يشلوم الشعب التونسي الكل مع المؤسسة الأمنية والشعب التونسي الكل ضد الإرهاب. وللخارج قلنا وأنه اليوم الشعب التونسي راه مازال يحافظ على طبعه وعلى تباعه وعلى ثقافته، على التحضر، على التمدن بتاعه، على اعتداله، على الحداثة بتاعه، على الدين بتاعه، الدين الزيتوني الإسلامي الزيتوني، المدرسة الزيتونية بتاعنا. هذه كل مكونات أجبرتنا على إثر كانت بعض الرسالة المفتوحة اللي واجهناها، واللي لمت كذلك النقابات الأمنية الكل اليوم متوحدوا، الألم وحدنا. توجهنا داخل المجلس الوطني التأسيسي، الحقيقة تقال مش بعض أفراد المجلس الوطني التأسيسي، لقينا بارشة أفراد من المجلس الوطني التأسيسي، حتى اللي كان في لجنة أخرى يشتغل حاول وأنه يخلط على الصالة بتاعنا القاعة وين كنا مجتمعين وجالسين، وكان الحوار والنقاش مفتوح. اللي صار اليوم داخل القاعة عذرا المعذرة للإخوة الإعلاميين والصحفيين، كانت جلسة مغلقة دامت أكثر من ساعتين. ثم حبيتوها مغلقة؟ احنا حبيناها لأنه فما بعض المعطيات اللي تمس الأمن القومي التونسي ولا يمكن وأنها تخرج لبرا.
وهذه تفهموها السادة الإعلاميين كما تفهموها السادة النواب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى اليوم وللأمانة وللتاريخ نقولوا وأنه الأمنيين ممثلين في الاتحاد الوطني نقابات قوات الأمن التونسي جمعوا الفرقاء السياسيين، بمعنى اليوم حسينا وهذه للأمانة الأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حسيناهم الكلهم أعضاء مجلس الشعب، ما حسيناش شكون يسار وشكون يمين وشكون الاختلافات كل نسيناها، بل بالعكس حتى في الأخير صار تشنج ما بين بعض الأعضاء. المرد بتاعه كيفاش نعاونوا وكيفاش نقطعوا مع الشيء الموجود وكيفاش نواجهوا التحديات هذه، شنو هي الطرق؟ واحد يقول له مثلا أعطيتك مثال وتو ندخلوا في التفاصيل شنو تفهمنا بعد، واحد يقول له لا يلزمنا في أسرع الوقت الأسبوع النجم ونعملوا هكا، يقول له الآخر لا راهو المطلب هذا مش من أنظار المجلس راهو من أنظار الحكومة. وبعد تو كان تحب نسرد لك شنو الطلبات مثلا شنو المقترحات ولا شنو خرجنا منه. قبل ما نوصلوا اللي خرجنا منه فما حاجات احنا قلناهم داخل الصالة داخل القاعة اللي هم احنا اليوم باش ما نطولش على الناس هزينا زوج ملفات. الملف الاولاني اللي تطرح هو مسألة الامن الوطني التونسي ومقاومة الارهاب. اعطينا شنو اللي صاير، اعطينا الحقائق، اعطينا الهيستوريك تاع الشيء هذايا، العقيدة اللي تحرك الافعال هذايا. اعطيتوا انتم المعلومات هذه ولا قلتوا اعطينا تستناو في شكون يعطيكم؟ لا 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 احنا قدمتم احنا الى قدمنا طرح كامل في الشان هذايا للسادة اعضاء مجلس الشعب لانهم ما يفهموش الشان هذايا، الطرح هذايا من وجهة نظر أمنية هما يفتقروا له. ثم بعد ذلك أعطينا الحلول، والحلول كانت مسترسلة وقلنا لهم راهو الحلول هذه يلزمها استنبوكية هذه يلزموا يتعمل الكل مع بعض، وفسرنا لهم علاش واقتنعوا الحقيقة اقتنعوا أعضاء مجلس الوطني التأسيسي. الكل ما يتعودش ما فماش حتى بعض المحاور بعض المواضيع النجم تنفع بها التونسي اليوم. النجم نعاود مثلا احنا على خاطرك انت يا استاذ مرحبا بالنسبه للمشاهد ايضا بالنسبه للساده المشاهدين احنا شكونا اليوم بعض الحلول اللي اقترحناها. اولا انهاء حاله الطوارئ هو حل من الحلول، مراجعه الانتشار الامني على الحدود وفسرنا لهم علاش، بعث جهاز اعاده بعث جهاز امن الدوله في تركيبته الجديده زدنا فيه عناصر اخرى ما كانتش قبل وفسرنا لهم علاش، هيئات قضائية خاصة تعمل بقانون الإرهاب اللي يلزم تعديله، والهيئات القضائية هذية ما فيها حكم تحقيق والمجلس بتاعها يلزم تضع له حماية من طرف وزارة الداخلية في الشأن هذا. مثلا من الحلول اللي قدمها الاتحاد هو بعث مركز نداء ورقم أخضر مفتوح لتجميع المعلومات من المواطنين حول الشأن هذا يكون تحت إشراف وكالة الجمهورية هذايا، بعث لجنة برلمانية داخل المجلس الوطني التأسيسي اللي تراقب وتقوم بالإصلاح وتقوم بالمحاسبة حتى القيادات الأمنية الموجودة في الوقت هذاك وفي الزمن هذاك. مثلا مراجعة التشريعات وعطينا طرح كامل في التشريعات الموجودة، وهنا في الباب هذايا كنا حضرنا زوز مشاريع قدمناهم للجنة تو نجيو عليها بعد. بالنسبة للحلول كذلك الأخرى أعطينا فما كفاءات داخل المؤسسة اللي هي خارج الخدمة بحكم التقاعد الوجوبي أو خارج الخدمة بحكم الإقصاء، قلنا لا بد من مراجعة الملفات هذه. ذكرنا المحاكمات العسكرية اللي هي وجيعة، مش معقول اليوم ناس تحارب في جبل الشعامبي وفي الليل يعديلك في إحدى القنوات محاكمة عسكرية، هذا ميساج خايب يخرج للعباد. وأعطينا طرحنا وأعطينا طلباتنا في الشأن هذا، طلبنا الحضور السياسيين باتفاق أخلاقي بيناتهم أول حاجة لعدم سيطرة المؤسسة الأمنية، ثانيا لدعم الأمنيين، وثالثا لمحاولة التقليص من الحركات الاحتجاجية اللي تثقل الكاهل الأمني اليوم في الشارع التونسي. اليوم راهو الأمن هو المطلب الأولاني، يجيو نحقوا الأمن تاع بلادنا ثم نمشيو للطلبات الأخرى. ثم جاء البوكي الثاني الملف الثاني اللي هو الواقع الاجتماعي والمادي لرجل الأمن، وحطينا حد أقصى في الشأن هذايا هو المساواة في الأجر بين الأمني والعسكري. هذايا الطلب بتاعنا. إلى جانب الترفيع في المنح، وهنا جاء الخلاف بين السادة النواب اللي يقول لك الحكومة هي اللي ترصد الشأن المالي للشيء هذايا، ولقينا حل راهو بعض الزملاء بتاعنا يقولوا ما لقينا الحل اللي يتمثل فيه الآتي. اليوم تكفل الأستاذ هشام عضو مجلس الوطن التأسيسي ب
اعداد قائمه تضم العديد من المضايات اللي يوصل عددها 73. اذا كان وصلنا ووصلنا راهو للعدد هذا، يقع طلب جلسه خارقه العاده للمجلس الوطني التاسيسي يستدعى فيها الحكومه وباش يستدعى الاتحاد الوطني لقبيات قوات الامن التونسي باش يطلب منه تفعيل الحوافز وقوانين باش يصدق عليها المجلس في الحوافز والامور الاجتماعيه والماديه لرجل الامن. والشان هذايا ماهوش بعيد، واتفقنا على لجنه باش تتكلف من طرف الاتحاد الوطني لقبيات قوات الامن التونسي، ولجنه في المجلس الوطني التاسيسي بمختلف الكتل النيابيه اللي التواصل بتاعها باش يكون يومي، وعندنا جلسه ان شاء الله نهار الاثنين معاهم باش نحكيو في الشان هذا وين وصلنا. بالنسبه للمشاريع اللي قدمها الاتحاد الوطني لقبيات قوات الامن التونسي، زوز مشاريع. المشروع الاولاني يعنى بالتعويض على حوادث الشغل والامراض المهنيه. المشروع الثاني يعنى بتجريم الاعتداءات على الامنيين وعائلاتهم ومقراتهم. زوز مشاريع هذوما سلمناهم رئيس لجنة التشريع العام الأستاذ كلثوم. إذا كان الحكومة ما قدمتش مشاريع في الغرض هذايا، المشاريع هذه باش يتبنوها عدد 10 نواب في المجلس الوطني التأسيسي، وبعد دراستها من قبل اللجنة وتعهدونا بدراستها في القريب العاجل، ثم يقع تقديمها من طرف كتلة في 10 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي. لذلك أنا نحب نقول اليوم اللي لأول مرة حسينا وأنه الشعب التونسي الكل، وهذه حقيقة، تلم نحو مطلب واحد هو الملف الأمن، لأنه كلنا معنيين بشأن ذي. والملف الأمني اليوم راهو مطروح، وهنا حملنا المسؤوليات التاريخية للأمانة. الشعب التونسي يسمع فيا نقولوا راهو الاتحاد الوطني أمن تونس اليوم احنا نخدموا فيه، وأمن تونس أمانة بين أيدينا، لكن التحديات والمخاطر اليوم أعطيناهم الحقائق الكل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وحملناهم المسؤولية. الكرة اليوم ما بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة اللي خرجت من صلب ومن رحم المجلس الوطني التأسيسي. لذلك من هذا المنبر أؤكد وأنه المسؤولية كاملة للناس هذوما والقيادات السياسية هذه. وبالفعل عندما التقيتم السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خرج في بيان يقول لا بد من الصرامة في معالجة الأخطار التي تتهدد البلاد بعيدا عن التجاذبات. يخي ما فماش صرامة مع الإرهاب. هو الحقيقة وأنه السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي اقتنع وأنه ما فماش صرامة كانت موجودة، فما فهم خاطئ لكيفية التعاطي مع الملف هذا، وهذا اللي أقنعناه مش كان هو أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. أكيد أنتم أقنعتوه بذلك يعني. معنا وعطيناهم حقائق ووقائع والتاريخ والهستوريك والعقلية والعقيدة وشنو الإجراء اللي لازم يتم، هذا ما تمش وهنا تم. معناها كان ما يجيوش أنتم أعطيتوا الحقائق هذه هم ما يكونوش على علم بهذا. ما ينجمش يكون على علم، هو عضو في المجلس الوطني التأسيسي، وظيفته التشريع، وظيفته بعض الدستور. اليوم راهو ما ينجمش يكون علم، فما حقائق حتى وزير الداخلية ما يعرفهاش. عاد ما هو جاء رئيس الحكومة سأل في الموضوع هذا، وجاء سيد وزير الداخلية وسألوه في الموضوع هذا، خدتوا ما عندكم حقائق عداء حقائق اللي عند الحكومة واللي عند وزير الداخلية. بالنسبة لنا نحن حقائق للطرف النقابي، احنا كنقابيين لا نخاف في اللوم لوم تلائم، والحقيقة نعطيوها كوميلي من غير جواندويت ومن غير مكياج ومن غير روتوش، والفترينة مع الناس نعطيو الحقائق كما هي. اليوم احنا الحقائق اللي عندكم انتم هي عند وزير الداخليه ولا تنجم يكون وزير الداخليه ما يقولهاش نظرا للتحفظ بتاعه، وهذا قال وصرح به السيد وزير الداخليه، قال انا ما نجمش نحكي لكم في وسط مجلس وطني تاسيسي تكون الجلسه علنيه ومباشره والناس كل عملوا لي لجنه تو نحكي لك. اليوم احنا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي عمل لجنه في وسط المجلس التاسيسي وكانت مغلقه، وكنا نتمناو يكون معنا طرف اداري مثلا ممثل عن وزير الداخليه باش يعرف ويطلع في حد ذاته، لانه قمنا بالواجب هذا وهو واجب وطني يقوم به وزير الداخليه، يقوم به الامني، يقوم به المواطن المفيد. النتيجه شنو؟ النتيجه هو انه القيادات السياسيه الموجوده اقتنعت بالطرح الموجود وفهمت اللي فما ممكن خطر تاع انزلاقات، فما تحديات امنيه كبيره يلزم معالجتها في الفور. تحديات امنيه كبيره هذه سطرين عليها. اذا كان نربط الكلام اللي قلته انت وخاصه كلمه تحديات امنيه كبيره، ثم تقول لي انت غياب العنصر الاداري عن هذه الجلسه اللي تمت مع اعضاء او نواب المجلس الوطني التاسيسي، باش تفسر غياب الاداره قدام المخاطر اليوم اللي تهدد امن تونس؟ باش نكون عقلاني وباش نكون اوبتيميست، معناها بالنسبه للغياب الحضور الاداري، الحضور الاداري يتمثل في وزير الداخليه ولت البارح كان في جلسه في المجلس الوطني التاسيسي. كان احنا حاليا نعيش شراكه مع الاداره سلطه الاشراف، فما تواصل بيناتنا، فما قاعدين في الطاوله. ولت البارح جلسنا مع السيد وزير الداخليه لاكثر من 3 ساعات.
والسيد ذي عنده الإرادة القوية من أجل الإصلاح. الإصلاح مازال ما تمش لأنه فما إرادة الإصلاح، فما تواصل، فما اتلاع على مشاريع، والمشاريع هذه تبناها الاتحاد الوطني نقابية قوات الأمن التونسي. دونك ما فماش اختلاف ما بين الإدارة حاليا والطرف النقابي المتمثل في الاتحاد الوطني نقابية قوات الأمن التونسي. البلوكاج وين صاير؟ المشاريع هذه تم رفعها للحكومة، الحكومة ما عدتهاش للمجلس الوطني التأسيسي. اليوم الاتحاد قام بدوره من أجل الأمنيين، توجه للمجلس الوطني التأسيسي قال لهم ما هي المشاريع حاضرة، هاي القوانين، هاو اللي يلزم بالضبط. اليوم أنتم تحملوا مسؤولياتكم، استدعوا الحكومة لإجابتكم والضغط عليها من أجل لتستجيب طلبات الأمنيين للملف هذا. الاعتناء بالجانب المادي والصحي والاجتماعي لرجالات الأمن، الناس اللي بترت أطرافهم شنو باش نعملوا لهم؟ لازم تعويضات محترمة. الناس اللي تم عزلها ثم ادماجها في المؤسسة تاخذ في منحة شيخوخة 138 دينار شنو باش نعملوا فيها؟ لازم تاخذ التقاعد بتاعها كامل. الناس المعزولة اليوم شنو باش نعملوا فيها في الإدارة؟ يلزم إعادة فتح الملفات، يلزم إلغاء المنظومة العقابية الموجودة حاليا في المؤسسة، راه فما سياسة التجويع الأمني اليوم في المؤسسة. يبقى بالأربع خمسة شهور باش يتعرض على مجلس التأديب، وفي الأربع خمسة شهور تبقى شهريته مقصوصة وعنده التزامات عائلية. اليوم التحديات هذه المطلبية المهنية والأمور المهنية الكل طرحناها على الطاولة، لازم الحكومة تجاوب عليها في إطار وضع تشريعات جديدة، مجلة لقوات الأمن الداخلي هذا باب الأولاني، تضم جميع العناصر هذه من أجل اليوم، وأنه الأمني لما يمشي يخدم يحس روحه مرتاح في داره، يحس روحه مرتاح في خدمته. لكن فما حاجة من الناس كلنا فهموها، كرامتنا بقانون، ما تعملوش مزية علينا، ليس بالمن وليس، وأنه اليوم راهو يلزم يفهموا اللي احنا عندنا 50 سنة روتار ما نشاركوش المفاوضات الاجتماعية، هذه حقوقنا سلبنا منها، وفرت لنا الثورة الفرصة هذه باش ناخذوا حقوقنا بقانون، كل شيء يتم بقوانين، ليس بالمن وليس مزي. هذه الفكرة اللي يلزمها توصل للناس هذه. لكن في نفس الإطار نفهموا أو اليوم النقابة هل هي راضية على المعالجة الأمنية للإرهاب أم لا أخويا صاحبي؟ لا. علاش؟ لأنه بكل صراحة وهذا الشيء قلناه اليوم في المجلس الوطني، أعطينا بعض النقاط. أنا أعطيك، مش نعطيك، لأنه القيادات الأمنية اللي كانت عندها تجربة في الشأن هذا في ملف الإرهاب، أنا قلت لك يا تم إقصائها ولا تم إحالتها على التقاعد، هذا الباب لونين، ولا في محل محاكمات عسكرية، ربي إن شاء الله يفرج عليهم. أنا ما عندناش مختصين أمنيين مختصين في التعاطي مع الإرهابيين. أنا كل كلمة في بلاصتها، قلت لك يا تم إقصائها ماهيش في المسؤولية وإلا، لكن الموجودين توا قاعدين يخدموا به الشأن هذا، لكن تنقصهم الخبرة في الشأن هذا، لأنه جهاز كامل اليوم وقع حله راهو، وفما زوز أجهزة أخرين تم حلها كذلك اللي تعنى بالمسائل هذه، وكانت فيهم ناس عندها ذاكرة حية وعندها خبرة في الشأن هذا. اليوم الناس هذوما راهم كتاب على فيرالجو نحلوا في الماء، وينهم؟ وين موجودين؟ كيف باش باش تخدم اليوم؟ فما الناس هذوما راهو عقيدة كاملة تحركهم، يلزم ناس تفهمهم، ناس تعرف المفاتيح بتاعهم، باش تعرف الافعال غدوه بتاعهم. الناس هذوما يلزموا الجهاز هذا يرجع، واحنا اعطينا رؤيه جديده في الشان هذا، الجهاز هذا يرجع، لانه الجهاز هذا تعرف مشكلته خويا فوزي شنو؟ جهاز امن الدوله والاجهزه المماثله له كانت مشكلتنا في توظيف الجهاز هذا، كانوا يوظفوا فيه لفئه شخص او لفئه حزب او لفئه نظام ديكتاتوري. اليوم يلزم توظيف نفس الجهاز لفئه الشعب ولفئة الدولة التونسية ولفئة أمن شعبه. المشكلة لا إذن ليست في الجهاز، المشكلة في السياسي الذي يوظف الجهاز هذا. اليوم الحمد لله عندنا قيادة سياسية اللي لمسناها اليوم في المجلس الوطني التأسيسي واعية، قلنا لهم يلزم إعادة الجهاز هذا وتوظيفه لصالح الشعب التونسي ولفئة الشعب التونسي. والتجربة بينت لنا اللي احنا عندنا رؤيتنا صحيحة في الشأن هذا، وذكرت وشفت تصريحات سيد وزير الداخلية اللي كلها تصب في الباب هذا تقريبا، إلا احنا كنا صرحة أكثر، قدمنا الحقائق أكثر وقدمنا معطيات أكثر، لكن مقابل ذلك راهو ما عطيناش المشكل وروحنا، عطينا الحل كذلك في إطار مقاربة كاملة للحلول، وبينا العلاقة ما بين الحل هذا والحل هذا. وهذا من وجهة نظر أمنية، كي نقولوا من وجهة نظر أمنية من وجهة نظر خبراء أمنيين يعرفوا التيران مليح ويعرفوا واش باش يصير، وناس مثقفه وناس على مسؤوليتها.
معناها كان بك تقول ان الاستراتيجيه اللي توخاتها اليوم السلطات للتعامل مع ارهابي شعامبي كانت اليوم ناقصه. اليوم كانت ناقصه. لما تمشي انت تدخل الشعامبي ما تهزش معاك كيب تاع صحه كامله بسياره اسعاف بهليكوبتر، دونك ما عندكش نظره بتاع توقع وانه بيصير حدث. اليوم اللي تضرب 8:30 يمشي للسبيطار نص نهار غير ربع، ما تنجمش تبرر لي. اليوم نهار الاولاني يضربوا لك اربعه، نهار الثاني يضربوا لك ثمانيه، ما بجميع الحسابات انا ما نقبلهاش كامني. معناها فما لكن تفادينا الموضوع والامر ومشينا، لكن فما حاجه اخرى يلزمنا نفهموها. فما قله الامكانيات، باش نعطيك انا مثل من الامثله اللي طالبناها. طلبنا بتوفير التجهيزات. كيفاش واحد داخل يعمل بيركيزيسيون لمكان ملغم ماهوش لابس تونيو كامل بتاع مقاومه الشان هذاك باش يحميه؟ واللي الشان هذا تنجم توفره المجموعه الوطنيه، نمشيو نجيبوا 20 30 زي في الشان هذايا، نقدموا به المجموعه تاعها تعمل بيركيسيون تاعها، ومن بعد تدخل للناس اللي وراها. هذايا من ابسط الاشياء، هذايا مش متوفر. يلزم حاليا تكوين في اقرب الاجيال، يلزم المجموعه الوطنيه تدفع لوزاره سلطه الاشراف، وهذا الشيء راهو تعمل، تمشي تكون ناس في المجال هذا في الشان هذا بالذات، وهذا ما كانش موجود قبل احداث الشعامبي، ما كانتش عندها فكره. بالفعل. ولو كانت عندنا قيادات امنيه استراتيج ديزي استراتيج يخطوا المستقبل ويضعوا المخططات الامنيه المستقبليه بناء على مؤشرات ومعطيات ومعلومات استخباراتيه يبنيوا عليها المخططات الامنيه، كنا رانا عملنا من قبل الشان هذا ورانا تلافينا احداث الشعبي. الا انه هنا لما نقول الاراده السياسيه والقرار السياسي، هذا الشان هذا يعرفوه الكل، لكن ما توفرتش الاراده السياسيه والقرار السياسي في توفير الميزانيه اللازمه من اجل توفير الشيء هذا، من اجل مقاومه الخطر اللي نقاوموا فيه اليوم. وكعلاش اليوم رجعنا للامني من الاول جديد، وقلنا يلزم التفوير معناها توفير تالي شوز من اجل وانه نتجاوز المرحله هذه. اليوم سؤال مطروح، شنو الفرق بين تعامل الامنيين مع احداث سليمان قبل وتعامل الامنيين هما بيدهم مع احداث الشعب؟ الفرق هو انه في احداث سليمان كانت عندنا منظومه قانونيه نخدم بها اللي هي قانون الارهاب، هذا معطى اول. المعطى الثاني كان فما جهاز حاضر كان يستبق ويستقرأ الأحداث مستقبلا. اليوم حسينا وأنه بالرغم من المعطيات هذه، لكن عملنا الكل كان ردة فعل على حدث، ما فماش الفعل. هذا الفرق ما بين أحداث سليمان وأحداث الشعامبي حسب رأينا معناها كأمنيين من خلال محادثاتنا في بعضنا. هذا باب. الباب الثاني نحب نقول اللي هي نفس الإرادة، بل بالعكس اليوم إرادة أقوى من أحداث سليمان، لأنه اليوم نحس وأنه مسؤولية الأمن فعلا هي عنا نحن برك. إرادة الأمنية أم تحكي على الإرادة السياسية اليوم؟ نحكي على الإرادة الأمنية اليوم أكثر من إرادتنا في سليمان. والإرادة السياسية كانت متوفرة لي متوفرة، لكن عاجزة ما لقاتش ثنيتها كيفاش تمشي. اليوم متوفرة إرادة سياسية في شخص سيد وزير الداخلية. اليوم احنا من خلال التواصل المباشر والمستمر مع بعضنا نتصوروا فتحنا المجال لكيفيه تفعيل الاراده الى اعمال، ولكن هو بيده في حد ذاته هو عنصر من حكومه كامله راه، وتفرض لنا امور اجتماعيه، فما احتجاجات، فما الوضع الاقتصادي، احنا رانا مقتنعين بالشيء هذا الكل. وكعلاش احنا في الحلول اللي طلبناها كذلك، وانه الاحزاب هذه ومختلف مكونات المجتمع المدني تحاول تقنع منخرطيها وممثليها باش نحاولوا نطيحوا شويه التونسيون تاع الاحتجاجات، الاضرابات، الاعتصامات. راه وين ماشيين؟ راه بلادنا مشات، اقتصادنا مشى. اليوم الامن فما نظره احنا امنيين، راه فما ما يسمى بالامن الشامل، ما نجموش نحكيوا على تعاطي امني فقط وننساو الامن الغذائي والامن الاقتصادي، هذا الكل ما نجموش، والامن البيئي، هذا الكل يدخل في اطار امن شامل. راهو ما نجمش انا نحكي لك على امن توفير امن والارهاب يفرخ في احياء فقيره، ناس جواعه، يستغل الظرف هذا. تشعروا في نفسكم كامنيين مستهدفين من جهه معينه صاحبي؟ احنا كامنيين مستهدفين من التيارات معناها الارهابيه هذه المتشدده اول حاجه. مستهدفون كل ما يقول الحق توا ويكون صريح في الشأن هذايا،
كنقابي نحكي لك كنقابيين امنين في وقت ما والحمد لله التوى ترفع الشيء هذا، واذا كان يرجع راهو باش يقولوا راهو رجع، معناها مش رخينا، كان رجع راهو باش يقولوا راهو رجع. شو اللي رجع؟ قيادات امنيه استهدفت النقابيين الامنيين في وقت ما وفرقتنا وعاقبتنا وعزلتنا فهمني وجوعت عائلاتنا، هذه حقيقه لازمنا نفهمها. حاولت تتفرق في المشهد النقابي وتقسمه، وهذه دعوه للنقابات الكل باش تعاود تتلم، راهو التاريخ ما يرحمناش وابنائنا ما يرحموناش والاجيال الامنيه القادمه ماهيش باش ترحمنا، يلزم نوفروا لهم الشان هذا. قسمت بيناتنا، عركت بيناتنا، استغلت ضعف بعض الاطراف فينا كذلك، واحنا ما نحملوهاش المسؤوليه، هذا الضعف صفه من صفه الانسان، لكن في المقابل نقول لهم ما كومش باش تتعداوا، ما كومش باش تنجحوا في مسعاكم، الهيكل النقابي هو من الامني العادي راه مش باش يسلم فيه، مش باش يفرط فيه، باش نواصلوا القدام من اجل بلادنا. اليوم راهو والعلاقه ما بين الاراده والهيكل النقابي لازم الناس كل تفهم ماهيش علاقه عدائيه، اليوم راه خاصه في المؤسسه الامنيه لازم تكون علاقه شراكه، اللي فوتك انت لازم انا نقول لك عليه، لانه احنا ما عندناش حسابات، ما نخممش في الكات فوكات، ما نخممش في بنوات ليسونس، ما نخممش في الخطه الوظيفيه، انا نعطيك الحقيقه كما هي، من اجل شنو؟ من اجل الحق، من اجل بلادنا. فما ناس تخمم في الشان هذا امورها مصلحتها، وهذه طبيعه الانسان في نهايه المطاف، لكن لكل شيء حدود. فما منظومه قانونيه ما يعبر عنه بالقانون الاساسي اليوم فضيحه في المؤسسه الامنيه. حاجه اخرى شكيتوا عديد من صاحبي، شكيتوا تشكيتوا العديد من المرات من التعليمات الامنيه في مقاومه ارهابي الشعامبي، هل كانت هل كانت هنالك تعليمات؟ أفضل. بالنسبه للشعامبي الناس كل يلزمها تعرف اللي القياده الميدانيه عند المؤسسه العسكريه، وفعلا انا طرحت غوزه خدمت جنبا الى جنب مع المؤسسه العسكريه. احنا سي فوزي راهو يلزمك تفهم اللي المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه دائما جنبا الى جنب، باي معنى؟ التاريخ يقول، التاريخ التونسي يقول هذا، علاقه طيبه بيناتكم. التاريخ جميع المحن اللي مرت بها تونس كانت لما المؤسسه الامنيه والعسكريه يتحطوا جنبا الى جنب تونس تتعدى المحنه بتاعها. صحيح صارت انزلاقات، صارت هفوات، هذا ما ننكروش. اليوم المحاكمات العسكريه نوعا ما من الانزلاقات اللي فما اطراف تحب تكرسها من اجل عداء بالمؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه. ما كومش باش تنجحوا في الشان هذا، لانه نعرفوا واش معناها امني واش معناها عسكري. احنا نقراوا مع بعضنا ونتدربوا مع بعضنا وفي نفس المدارس التكوينيه، نقراوا زوز في ليكول ميليتير، زوز مع بعضنا، ثم بعد صحيح هو يخلص اكثر مني بحكم عالم واحد وتونس واحد عندكم واحد. هذا اللي يجمعكم اكثر، هذا اللي يجمعنا. نحكي لك علاقه اخوه، احنا توامه، هو يخرج يلبس تونيو الاخضر بتاع الميليتير وانا كي نخرج نلبس التونيو بتاع الامني. هذاك لما لكن في المحنه نجتمع مع بعضنا في 14 جانفي، اجتمعنا مع بعضنا ونجحت الثوره الحمد لله. بعد 14 جانفي اجتمعنا مع بعضنا ونجحنا الانتقال الديمقراطي في اكتوبر، انتخابات اكتوبر، ونجحنا البكالوريا، واليوم مع بعضنا في مكافحه الارهاب وباش ننجحوا المناسبه هذه، وبقدره ربي ما فرقنا حتى واحد. قبل ما نختم معك نعطيك الكلمه الحره في هذا الفضاء الحر، اش تقول اليوم للتونسي سي صاحبي؟ نقول للتونسي تونس اليوم راهي امانه بين ايدينا الكل، مش كان الامنيين فقط، كل واحد من موقعه يلزم يحافظ على امن تونس ونجيبهم. نقول للاباء والاولياء ردوا بالكم على صغاركم، احكيوا مع صغاركم وجوهم للطريق الصحيح. نقول للاساتذه والمعلمين واللي يربوا التلامذه بتاعنا، حاولوا باش تعملوا معهم خط تواصل باش تفيقوهم على المعنى الصحيح للدين بتاعنا والاسلام بتاعنا. هذا باب. الباب الثاني نقول زملائي، احنا في الاتحاد الوطني نقابات قوات الامن التونسي لن نخون ولن نبيع، ونقول لهم نحافظوا على تمسكنا، الطلبات بتاعنا والمطلبيه بتاعنا راهي باش تجي اكيد، اليوم وقت خدمه نخدموا من اجل بلادنا، والطلبات احنا نوعدوكم باش نجيبوها. تحيه ليك السيد الصحبي جبيني ولكل قوات الامن من خلالك وللحرس الوطني ولجيشنا الوطني ايضا، بارك الله فيك على حضورك معنا السيد الصحبي جبيني المكلف بالشؤون القانونيه الاتحاد الوطني نقابات قوات الامن التونسي. ان شاء الله بالفعل الجمهور والمواطن اللي توجهت له معاملين عليكم وعلى ربي في مقاومه هذه الافات اللي تنخر اقتصاد البلاد و
يعني أمن المواطن والوطن. كنا مع بعض. شكرا لك أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر لهذه الليلة، إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.